نحييكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. قال مدير مديرية زراعة خانقين في محافظة ديالى كاميران عبد الله إن غالبية المزارعين يرفضون تسويق القمح إلى وزارة التجارة، وأرجع عبد الله أسباب امتناع المزارعين لتسليم القمح إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق المحلية من 900 إلى 950 ألف دينار للطن الواحد، بينما تسلم وزارة التجارة القمح بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، كما أن تأخر دفع المستحقات يسبب كوارث ومشاكل اقتصادية ومعيشية للمزارعين على حد تعبير المسؤول. وتراجع إنتاج القمح في خانقين للموسم الماضي إلى أكثر من 30%، حيث بلغ الإنتاج 40 ألف طن، بينما تجاوز الإنتاج 60 ألف طن في موسم 2020، وذلك بسبب شح المياه. كشف وزير المالية الحالي في العراق علي علاوي عن إحصائية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح، حيث بلغت 7 ملايين موظف. وأضاف علاوي أن العراق ليس لديه تخمة مالية، وأن تسلم إيرادات الصادرات بعد 3 أشهر سيصنع وفرة مالية بحدود 2 مليار دولار شهرياً، سيستثمر أكثرها في معالجة أزمات الرواتب. تأتي تصريحات الوزير مع استمرار التظاهرات في عدة محافظات للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وتظاهرات الخريجين والمحاضرين المجانين للمطالبة بالتوظيف على ملكات الوزارات تنفيذاً لوعود حكومية سابقة. قالت وزارة الكهرباء في العراق أن ساعات تجهيز الكهرباء ستتحسن بعد أن زادت إيران من إطلاقات الغاز المورد بمقدار 5 ملايين متر مكعب يومياً. وتعتمد طهران على خفض الإمدادات جراء عدم دفع بغداد لديون متراكمة عن شركة أو شراء الغاز، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران للضغط على بغداد من أجل سداد تلك المستحقات. وينتج العراق ما بين 19 و 21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان. أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.19% في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي. وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.13% على أساس سنوي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.17% على أساس سنوي. وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية. احتلت تركيا المركز 9 عالمياً في السياحة العلاجية بحسب بيان صادر عن كلية العلوم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية بجامعة اسطنبول غالشيم. وبحسب البيان، فإن من أبرز الأسباب التي تدفع الأجانب للمجيء إلى تركيا من أجل السياحة العلاجية هي جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال مع الأسعار المناسبة والبنية التحتية المتطورة. ونوهت إلى أنه بعد وباء كورونا ازداد عدد القادمين إلى تركيا من السعودية ودول الشرق الأوسط والجمهوريات التركية، وذلك بهدف السياحة العلاجية أيضا. واختتم البيان أن تركيا تهدف إلى تحقيق عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار من السياحة العلاجية بحلول عام 2023. والآن مشاهدينا ننتقل إلى أسعار صرف العملات وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.